قبل بس في موقف اثر فيك ذاك اليوم على جسر البحرين بغيت تنقل بك سياره على البحر؟ افعل بلا افعل بلا يوم تخويت انا وياه عطاك يوم تخويت انا وياه وجيت مثلج يوم تخويت هذا بارد حق امس يوم تخويت انا وياه وجينا نعبي بنزين والله تخوينا مره انا وعبد الله نعم اي حركنا طويل العمر كان عندنا رايحين لامشيه في الدمام اي ما عليك اسم الله عليك لا تذكر والله رايحين لامشيه في الدمام كنت انا اللي اسوق وكان سايد واحد غير عدم او في تريلا قدامنا اوف ابو علي يعني في ابراهيم السويلي لا اسمع على ابو علي والله ما ارضى عليه والله ما ارضى قبل اتكلم فيك والله ما ارضى عليه اتكلم فيك وقابلته على الطريق خط واحد قابلتهم على الطريق انت مره خلني بعلمها قبل برنامج بس خليك كمل جملونا لا اعطيكم قدامنا تريلا وفي سايد ثاني جاي عبد الله من يوم تريلا احنا اللي بنطوفها كان يقول يا محمد هدي السرعه لين تجي السيارات اللي هنا قلت لا ما عليك انا كنت مسرع والتريلا والله ما ادري يمكن 160 اوه والتريلا تمشي شوي قلت ما في مجال الا اني اطوفها اذا بنتظر بندخل في التريلا والله طفتها تريلا طويله كان هذا العمره الا التريلا الثانيه جاي لا تختار اوف هذه انا انا الثانيه ترى ولا طفتها الا ابراهيم ناطحنا كلنا كل يوم معطيك واحد لا اله الا الله ما طفت التريله الا ابراهيم ناطحنا التريله الثانيه في وجهنا الرجال على اليمين والله ما عاد شفته يا ريجي يا محمد والله انها ونزق في الباب نوره بالله عجب يا ولد غمض عيونه سكر عيونه الرجال ما عاد درى ايش السالفه صدم لا ما صدمنا احنا هو شاف التريله هذه جايتها والثانيه جنبنا ما في الموت خلف كل بحر قدامه ابو سويلم ومو ابو علي اللي قدامنا رأي تريلا عز الله نفزعنا وسع وراح مع الطريق مع راح باقي تريلا مع الكتف ومع بعد طلع قطوع والله بغى يروح فيها فزعنا ولا كان والله بنروح الرجال جلسنا نص ساعه هو كذا ما يدري شلون صامت اللي فزع لهم شكله انا لاني طيب انا هذا نذل شكله يبغى يطيرهم مع الشارع الثاني عرفت الرجال خذيت لي نص ساعه وانا امشي لحالي يا عبد الله ما في شيء الامور طيبه يا عبد الله قال احنا سلمنا قلت ابشرك سلمنا والامورنا طيبه الحمد لله نبدأ الحمد لله سلمنا لكنها سلامه عطل الحمد لله ما جاكم شيء اقول ابو علي يا ابو علي الحمد لله ما جاكم شيء الحمد لله على سلامتكم الله يشفيكم الله يطول بعماركم ويخليكم وقمينا يا شباب قمينا شباب يلا شباب